نقدم لجمهورنا على الموقع عرض استعراض لكتاب الأول في إصدارات المجموعة في إصدار سلسلة الجغرافيا في خدمة الشعوب. الكتاب وعنوانه حركات التغيير والحراك الجماهيري. بحكم تم المجموعة جيوستراتيجية للدراسات بالملف الجغرافي وأثره في إحداث نقلة نوعية في المجتمعات العربية والإسلامية، لا شك أن الظواهر الإنسانية من التغيير والتطوير والإصلاح تشتبك فيها العديد من العوامل والعديد من العلوم. فعلى قدر استعانة العاملين في الميدان والباحثين بأدوات معرفية متعددة أو إضاءات سيسيولوجية على الظواهر الإنسانية يمكن هذا من أمرين: أمر الأول فهم هذه الظواهر بدرجة كبيرة، الأمر الثاني جعل لهذه الأحداث وهذه الظواهر من حركات تغيير، من برامج تنمية، من إصلاحات سياسية اقتصادية ثقافية، جعل لها لغة، أي يمكن الإمساك بخيوط عامة كيف تبدأ مسارها في الميكانيزم تحركها ثم نتائجها المتوقعة. فلا شك أن الجغرافيا كعلم قديم قدم إضاءات مهمة جدا على الظواهر الإنسانية في المجتمعات، وأسهم بدرجة من الدرجات في حسن إدارة عمليات التغيير والإصلاح. فعلى المستوى الجغرافي العادي من حيث إدراك طبيعة المناخ وطبيعة الأرض وطبيعة السكان، دائما تبدأ أي عمليات تنمية أو إصلاح أو تغيير من فهم الواقع الموجود سواء في الدولة أو بلدة أو إقليم بدرجة من الدرجات. والإخفاق في هذه الإخفاق في فهم الظاهرة والمصلحة التي تقف عليه أحد عوامل الإخفاق الكبرى لكثير من الحركات وكثير من الدول. فمثلا نحن في المجموعة نعتقد أن العالم العربي والإسلامي لا تنقص الحماسة، لا تنقص العاطفة، آلاف من الشباب متحمسين، لا شك جهات في الحكومات مهتمة فعلا بإحداث نقلة نوعية في المجتمعات، ولكن يأتي الخلل من عدم استعانة بكل الخبراء وكل المهتمين في مجال من المجالات حتى نحدث تغيير حقيقيا وليس مؤقتا. فالكتاب يبحث في هذا الإطار أثر العامل الديموغرافي السكاني على عمليات التغيير والتنمية والإصلاح. فهل العامل الديموغرافي من منظور الجغرافي مؤثر في عمليات التغيير؟ هل ما هي المحاذير التي يجب توخيها؟ ما هي النتائج التي يجب التعاطي معها؟ فالكتاب منضبط في هذه البوصلة على أثر العامل الديموغرافي السكاني على حركات التغيير وعلى حركات النهوض وبناء الدول. فالكتاب يحتوي على 4 فصول. الفصل الأول يناقش شرائح السكانية وحركات التغيير، والفصل الثاني يتكلم عن حجم السكان، والفصل الثالث يتكلم عن الذاكرة، عن الثلاثية الحساسة وحركات التغيير اللي هي ملف العرق والدين واللغة، والفصل الأخير يتكلم عن الذاكرة التاريخية والثقافية لهذا الإقليم. نحن انطلقت في هذا الكتاب من أن الإقليم بمعنى في الكتاب اصطلاح الدولة هي الأب، أب الطبيعي لكل ما عليه من مؤسسات، من حركات، من هيئات، والحركات وغيرها هي ابن لهذا الأب. فكلما كان الابن أكثر فهما لشخصية أبيه وإدراكا لتاريخه وإدراكا أيضا لأمراضه وإدراكا لتطلعاته، كلما كان هناك فرص نجاح أكثر. أما إذا كان الابن الحركات أو غيرها بها مظاهر عقوق في نظر تتمثل في عدم فهم الطبيعة الجغرافية لهذا الإقليم، عدم فهم الذاكرة التاريخية لهذا الإقليم، عدم فهم الطبيعة النفسية لهذا الإقليم، في نظري في هذا الكتاب تكون فرص الفشل أكثر من فرص النجاح. فالكتاب هو البحث في كيف نضبط العلاقة بين الحركات أو المؤسسات الحالمة والساعية لإحداث تغيير في المجتمعات وبين هذا الأب، كيف نجعل هذه العلاقة هي علاقة اتساق وعلاقة بر وعلاقة فهم حتى يمكننا أن ندفع في اتجاه إحداث نقلات نوعية إصلاحية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. ففي هذا اليوم سنتناول الفصل الأول من الكتاب وهو الشرائح السكانية وحركات التغيير. نقصد أولا في هذا الكتاب بمصطلح الديموغرافيا هو العلم الخاص بدراسة الظواهر البشرية من حيث التوالد والوفيات ومعدلات العمر وأماكن التركز ومن حيث الكثافة ومن حيث حركات الهجرة اليومية وحركات الهجرة السنوية في داخل الإقليم. لا شك أي إقليم الآن
اي دوله الان في دول العالم هو ما السكان هو الجزء المتحرك الغير ثابت على ظهر هذا الاقليم. فمثلا في حاله المصريه تقريبا يدخل القاهره يوميا ويعود الى يدخل القاهره يوميا في هجره يوميه من السكان المصريين قرابه ما يزيد عن 10 مليون زائر يومي للقاهره بشكل موظفين او عمال ثم يعودون الى الاقاليم. الحركه ايضا من الجنوب الهجره من الجنوب من الصعيد الى الشمال، الهجره من الارياف الى المدن، دائما الملف الديموغرافي ملف حيوي ومتحرك ودائم الحركه في داخل الاقاليم بحكم الطبيعه الجغرافيه او حكم عوارض تطرأ على هذا الاقليم. فعند بناء السد العالي في الحاله المصريه تم نقل وتهجير سكان النوبه الى 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 مناطق اخرى تجنبا للغرق. ففي النهايه العامل السكاني الديموغرافي بطبيعته هو عامل غير ثابت، عامل متحرك مؤثر جدا في ظهر وفي على مؤثر جدا في مصلحه الاقليم. فعندما نتكلم عن التغيير في حد ذاته هو هدفه احداث نقله نوعيه من الف الى باء او من الف او من باء الى جيم. فهذه النقله النوعيه يعني تتم وفق تطلعات هؤلاء السكان. فالتغيير يحدث اولا في قناعات هؤلاء السكان الاقليم، ثم في احداث برامج واعده تجعلهم يستفيدون من ثرواتي ومن خيرات هذا الاقليم. فالحركات تنشا في داخل هذا الاقليم، فينبغي لقاره الحركات، ينبغي لمن يشتغلون بملف التنميه في الوزارات في الهيئات في الحكومات ان يدركوا ان غايتهم الكبرى هو ارضاء هذه الجماهير للسكان وتحقيق امل متطلعاتهم في الاستفاده القصوى من ثروات وامكانيات دوله ما او اقليم ما في اي قاره من القارات. فالفصل الاول كنا نناقش فيه الشرائح السكانيه وعلاقتها بحركات التغيير. هذا الفصل يحتوي على خمسه محاور. المحور الاول خريطه الشرائح السكانيه وعلاقتها بالتغيير. المحور الثاني اليات تقسيم الشرائح السكانيه. المحور الرابع هل يمكن استيراد حلول واستراتيجيات لسكان من خارج الإقليم؟ الفصل الخامس يناقش الحركات المهاجرة تسعى إلى التغيير. من خلال استقراء الحركات التغييرية العالمية هناك بدا لنا أن هناك منطق حاكم لهذه الحركات، وهناك تقريبا تراتبية تبدأ بها هذه الحركات سواء من الناحية التاريخية أو الناحية الجغرافية. أي حركة من الحركات، أي مشروع من المشاريع الفكرية الثقافية الاجتماعية يستند بدرجة من الدرجات على ثلاثية هامة جدا لابد أن تدرك بدرجة عالية جدا. أول هذه الثلاثية أن أي حركة هي تعبر عن طموح وآمال واحتشاد وإمكانيات منفتحة على المستقبل، تبدأ بفرد أو اثنين أو على أقصى قدر مجموعة حالمة ترى أنه يمكن نقل هذا الإقليم وهؤلاء السكان من هذا الواقع المزري اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا إلى واقع أحسن، إلى واقع أفضل. هذه الشريحة تسمى في حركات التغيير شريحة البدء. شريحة البدء هي شريحة عاطفتها تملك عاطفة متدفقة، تملك آمال حالمة، تملك أيديولوجيا حاشدة تبشر بها في داخل هذا الإقليم وفي هذه الدولة. هذه شريحة البدء تبدأ غالبا كافة الحركات بشرائح بدء قد تكون قليلة، قد تكون في شكل مصلح ملهم كما أستونج، قد تكون في شكل نبي مرسل كالنبي عليه الصلاة والسلام بشر مجتمعه بغد مشرق إذا هم انحازوا إلى مبادئه وإلى دينه. قد تكون شريحة البدء مجموعة من الباحثين في مركز من المراكز تبشر بإمكانية حل مشكلة من المشاكل إذا تم الاحتشاد حولها. الشريحة الأخرى الهامة جدا في شرائح التغيير أو في حركات التغيير هي شريحة التغيير ذاتها. فإذا كانت الشريحة الأولى هي الشريحة المولدة للأفكار، الشاحنة للعواطف، المهيئة للنفوس، الآثرة بخطابها وبأدبيتها وأيديولوجيتها، فهذه الشريحة على رغم كل هذه المقومات لا تملك غالبا إحداث التغيير الحقيقي في جسم الإقليم وفي الحالة السكانية الموجودة إلا إذا انحازت لها شريحة أخرى تملك أدوات التنفيذ، تملك أدوات القدرة لتجعل هذه البرامج التي بشرت بها شريحة البدء تدخل في دنيا الناس وتدخل في مساحة التنفيذ وفي مساحة العمل. قد تكون حركة من الحركات، حزب من الأحزاب يملك أيديولوجيا واعدة لإنقاذ مجتمع ما من تحدي الاحتلال أو البطالة أو الفقر أو إلى غيرها أو الاستبداد، لكن هذا البرنامج لن يختبر ولن يجد فرصته الحقيقية إلا إذا وجد
أنصار الحقيقيين لهم القدرة على حمل هذا الحزب إلى الفوز في انتخابات ما أو إلى الضغط على تعديل قواعد اللعبة السياسية حتى يمكن تطبيق هذا البرنامج بشكل عملي. ثم يأتي بعد شريحة التغيير شريحة هامة جدا، وغالبا ما يحدث هناك خلل كبير في هذه الشريحة، أو في ليس خلل فيها ولكن في تركيز الاهتمام والرؤية والسيطرة عليها. كثير من الحركات قد يكتب لها النجاح في اختيار شريحة البدء، ويكتب لها النجاح في اختيار شريحة التغيير، وقد تحدث تغييرا حقيقيا، ولكن غالبا أو كثيرا من الحركات تفشل في بناء في اختيار شريحة البناء. شريحة البناء نعني بها كيف يمكن لهذه الحركة التي وصلت إلى سلم السلطة وإلى سلم التنفيذ، أو كيف تنجح هذه الحركة التي وصلت إلى وزارة من الوزارات، أو تنجح هذه الحكومة التي أصبحت الآن مهيمنة على إقليم من الأقاليم، أن تحشد كل طاقات المجتمع باختلاف الأجناس والأنواع والأعراق واللغات في الانحياز إلى برنامجها وإلى تطبيق هذا البرنامج. غالبا الحركات تقع أسيرة نجاحها في البدء ثم في التغيير، وتتغافل بدرجة من الدرجات على شريحة البناء. فإذا تنكبت الحركة ضبط مرحلة البناء والاستقرار، غالبا ما يتحول المجتمع إلى عصا في عجلة التنمية وليس إلى ترس يدور في صالح عجلة التنمية. فمثلا الحالة السودانية، نجحت الحركة في البدء، نجحت في التغيير، لكن الآن تعاني الحركة السودانية، خاصة الحزب الحاكم الآن ويعني على قرابة 20 سنة في سدود الحكم، من لملمة الحالة السودانية ومن التعاطي مع العرق المختلفة، لأنها تحركت في الإقليم بفقه الحركة وليس بفقه الدولة. فأول محور في هذا الكتاب كنا نناقش أن حركات التغيير لابد أن تعتمد على 3 شرائح كبرى، هي شريحة البدء وشريحة التغيير وشريحة البناء. فالآن نتكلم، هذا كان على المستوى النظري، كيف يمكن أن تختار حركة ما شريحة بدء ثم شريحة تغيير، ثم كيف تتحرك بأريحية في ملف أو في شريحة البناء. ما علاقة هذه الثلاثية التي تكلمنا فيها بالشرائح السكانية الموجودة في إقليم من الأقاليم؟ الشرائح السكانية في إقليم من الأقاليم، أولا ينبغي للحركات أن تدرك طبيعة تقسيم الشرائح السكانية في منطقتها من حيث عدة تقسيمات. أولا، أي مجتمع من المجتمعات لابد الآن مع تقدم علم الإحصاء متوفر إحصائيات ضخمة جدا عن حجم السكان، عددهم، عن كثافتهم، عن توزيعهم، عن حركتهم اليومية، عن مستوى الوفيات، عن مستوى على مستوى المواليد. فهذه الإحصاءات لابد لمن يريد أن يحدث تغيير في مجتمع ما أن يلم. طبعا لا أدعو في هذا الكتاب أن يقوم أن تقوم الحركات والمؤسسات الثقافية والاجتماعية بعمل وزارات موازية للإحصاء وعد السكان، لا. الآن توفرت عديد من المعلومات عن طبيعة كثير من الأقاليم وعدد سكانها كما 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 أشرت في 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 المقدمة. الشرائح المجتمع والشرائح السكانية يمكن أن تقسم بعدة آليات. الآلية الأولى، يمكن أن نقسم سكان إقليم من الأقاليم أو دولة من الدول حسب الأعمار، مثلا طلاب فما فوقهم، أو حسب الطبقة الاجتماعية، نقول طبقة عليا وطبقة وسطى وطبقة دنيا، أو حسب المهن، نقول والله العمال، الفلاحين، المثقفين، العسكر، أو حسب المستوى التعليمي، إذا كنا والله أميين أو حاصلين على تعليم أساسي أو جامعيين. ف هذه التقسيمات تقسيمات متعددة ومتبينة ومتعارف عليها في علم السكان. فينبغي للراغب في إحداث التغيير أن يلم أولا كمحطة أولى في محطات التغيير الفكرية، أن يدرك الطبيعة السكانية والديموغرافية لهذه الدولة التي يعمل فيها ويتحرك لها ومن أجلها، وأن يعتمد آلية من آليات التقسيم. فإذا حب يعتمد آلية الأعمار أو آلية المهن أو آلية التركز أو آلية المستوى التعليمي. اختيار شريحة من شرائح المجتمع لإحداث تغيير ما أيضا يخضع لعملية أخرى، يخضع لمفهوم آخر، وهو مستوى التغيير المطلوب إحداثه. هل مطلوب تغيير إحداث طفيف؟ هل مطلوب إحداث تغيير عميق وأفقي وجذري؟
أو مطلوب إحداث تغيير جزئي في منطقة من المناطق. فتكلمنا الآن عن شرائح حركات التغيير، ثم تكلمنا عن ديموغرافيا الأقاليم والدول التي ينبغي إدراكها وكيف تقسم الشرائح الاجتماعية، ثم انتقلنا إلى مسافة أخرى كما سمعتم، إلى أن اختيار الشرائح الاجتماعية يخضع لأهداف التغيير وإلى سياسات التغيير. الآن نأتي إلى تطبيق ما تكلمنا فيه من هذه الشرائح على الواقع الاجتماعي. مثلا إذا لاحظنا التجربة الهندية في إحداث التغيير والانعتاق من الاحتلال ومن التاج البريطاني، الهند في فترة طويلة تاريخيا وقعت تحت الاحتلال الإنجليزي، هذه القارة الضخمة قبل أن تقسم إلى باكستان وإلى بنغلاديش وإلى غيرها كانت شبه قارة شبه جزيرة عائمة على خيرات وثروات، وقعت تحت الاحتلال الإنجليزي بالرغم من أن عدد سكان الهند يعني كان يتخطى بمراحل، كان تقريبا في الحالة الهندية في 100,000 جندي هندي، 100,000 جندي إنجليزي مقابل 300 مليون مواطن هندي. لكن كما ندرك أن مراحل انحطاط الأمم ومراحل التخلف يمكن أن تسيطر على الأمم قوة أقل لكنها أكثر تقدما في عالم أفكارها وفي عالم علاقاتها وفي عالم مشاريعها. في الحالة الهندية وقعت الهند تحت احتلال ضاغط جدا، ثم برز مصلح كما تكلمنا في شريحة البدء، غاندي، هذا الرجل الذي تربى في الساحة الهندية وخرج إلى جنوب أفريقيا كيعمل كمحامي يدافع عن الملونين في نظام العزل العنصري في جنوب أفريقيا، توصل إلى رؤية ما أنه يمكن إخراج هذا المحتل الإنجليزي عبر حرب العنف وعبر عدم استخدام العنف، وبدأ في التبشير بهذه الأفكار. ولكن يلاحظ أولا غاندي قبل أن يتحرك كما من خلال الدراسة طاف في كل أرجاء الهند باحثا ومتفهما وعارفا لأقاليمها سواء الريفية والمدنية، واطلع على تشكيل الأحزاب وعلى تركز السكان وعلى غيرها من الملفات، ثم بدأ بعد فترة ما يبشر بفلسفته الحالمة الواعدة أنه يمكن أن نخرج هذا المحتل الإنجليزي عبر سياسات التسامح وعدم استخدام العنف. أول هذه التجارب التي انطلق منها غاندي مدركا شرائح السكانية، وأدرك أن الأرياف والفلاحين هم بعيدين عن قبضة الاحتلال بدرجة من الدرجات عكس المدن، فاختار ببراعة الاختيار أن يبدأ بهذه الشريحة شريحة الفلاحين، وأن يبدأ من القرى ثم يتجه نحو المدن. فأول من أشهر ما قام به غاندي في هذا المسار مسيرة الملح، تحرك من القرى وحشد أهل الريف إلى كسر قانون احتكار الملح المفروض من المحتل الإنجليزي، وبدأ يدعو الناس إلى مقاطعة الملح ومصانع الملح الإنجليزية في الإقليم الهندي، ثم تحرك بهذه الحشود الضخمة في حشد أسطوري نال تغطية وسائل الإعلام العالمية في هذه الفترة، ونجح في مسيرة الملح أن يتجه إلى الساحل الهندي وأن يبدأ بغلي ماء البحر في الأباريق وعلى الحطب حتى نجح في كسر قانون الملح الإنجليزي. نلاحظ في هذه الحالة اختار شريحة الفلاحين، تحرك من القرى في اتجاه المدن، ثم انتقلت هذه العدوى عدوى المقاطعة وإمكان إسقاط المحتل الإنجليزي إلى المدن، فبدأت تتحرك إلى العواصم الهندية الكبرى، وبدأت حملة في هذه المدن حملة مقاطعة المنسوجات الإنجليزية، فبدأ الغزل اليدوي وكان غاندي يقوم بنفسه بهذا، فنجحت هذه المقاطعة لكسر قانون الملح ومقاطعة المتاجر والبضائع الإنجليزية. وفي هذه الحالة نجد براعة جدا في اختيار شريحة البدء ثم في اختيار شريحة التغيير سكان المدن، وأعقب طبعا في خلال هذه المسيرة أعقب تدخلا ذلك تدخل إعلاميا شديدا نقل فظاعة وجسامة وبشاعة المحتل الإنجليزي في استخدام العصي الحديدية الفولاذية التي كانت تقرع رؤوس المتظاهرين الهنود. ففي هذه الحالة نرى أن الحالة الهندية بزعامة القائد غاندي نجحت في اختيار شريحة البدء والتي تمثلت في غاندي ورفقائه من التبشير بفلسفة واعدة، ثم حصلت هذه الشريحة على شريحة التغيير في المدن، ثم بعد ذلك انطلق الآن المشروع الهندي. الآن أصبحت الهند رقما عالميا كبيرا
في المشروع الحضاري لاستيعابه تقريبا بدرجة من الدرجات روح التسامح الموجودة في الحالة الهندية بين المسلمين والهندوس وإلى غيرهم والمسيحيين. فلا شك الحالة الهندية تمثل مثالا جيدا ينبغي الاستفادة منه في فلسفة اختيار شرائح البدء والتغيير والاستقرار وبراعة التحرك براعة التركز الجغرافي وانطلاقا من القرى نحو المدن. هناك أيضا تجربة أخرى من الساحة المجاورة للحالة الهندية وهي نتجه إلى يعني إلى التنين الصيني. التنين الصيني في مرحلة ما من التاريخ لم يكن تنينا ذو عضلات قوية كما نراه الآن فاغرا فاه ممسكا بتلابيب الاقتصاد الدولي. التنين الصيني ما نراه الآن وأركز على هذا بدأ من مرحلة صفرية. ففي مرحلة ما قبل ما وقبل الثورة الصينية الهند كانت تقع تحت نير الاحتلال الياباني واحتلال فرنسي واحتلال بريطاني دام مددا طويلة. ثم كانت الحالة الاقتصادية المجاعات تضرب الجسم الصيني ثم أمراض العمى ثم حرب الأفيون أو حرب الأفيون أو تجارة الأفيون المفروضة على الشعب الصيني من خلال الإنجليز. كان الأفيون يزرع في الهند ثم ينقل بحكم ثم ينقل إلى جسم الصيني وفقيات دولية. فكان الشعب تقريبا بقرابة 100 مليون مدمن. في هذه الحالة خرج شاب صغير مثل شريحة البدء قال يمكن للصين أن تكون رقما، يمكن أن نتحرر، يمكن أن نوحد الصين، يمكن أن ننتقل من الصين من الفقر والجوع والجهل إلى التقدم وإلى الرقي. تحرك ماو بفلسفة يسارية اشتراكية في أول الأمر استنسخ فيها التجربة السوفيتية من حيث الاعتماد على طبقة العمال. هنا تم اختيار الشريحة الخطأ. الساحة الديموغرافية السكانية في الصين في هذه الحالة كانت تختلف تماما عن الساحة السكانية الديموغرافية في الحالة الروسية. الحالة الصينية في تعداد السكان في هذه الحالة كان في الصين في مرحلة ما فقط من قرابة من 4 إلى 5 مليون عامل مقابل 500 مليون فلاح. فلما بدأت هذه الثورة الصينية وبحكم الارتباط بالحزب الشيوعي وفلسفة الحزب الشيوعي القائمة على العمال بدأت هذه الثورة أولا في مدن العمال فجوبئت بمقاومة من الكومنتينج بشعة وتم إجهاض الثورة. هنا اعتزل ماو الحياة النضالية وجلس في بعض الجبال فكر أن هذه الشريحة التي اعتمد عليها شريحة العمال لا تصلح في الحالة الصينية فغير الفلسفة ورفع شعاره الجديد أن الثورة تبدأ في حقول الأرز أي أن الثورة تبدأ في حقول الفلاحين. بتحرك مع الفلاحين وحشد هذه الشريحة اعتبرها شريحة تغيير واعتمد عليها وتحرك فيما يعرف مسيرة الزحف العظيم أو الطويل. وكانت خليط من الفلاحين بأسلحة متنوعة ما بين الصينية ما بين الإنجليزية ما بين الإيطالية ونجح في تحرير الصين من المحتل وفي إخراج الهيئة الأسرة الإمبراطورية الحاكمة ونقل الصين نقلة نوعية في هذه الفترة بعد نجاح الثورة الماوية 1947. هنا نلاحظ أن سوء اختيار الشريحة الأولى للإقليم للحركة سوء فهم طبيعة الإقليم الصيني استنساخ تجربة من خارج الإقليم بلا دراية وبلا رؤية سببت فشلا كبيرا. ولكن يحمد لهذه الحركة أنها لم تجمد لم تتصلب كان عندها مرونة في اختيار الخيارات الاستراتيجية فنجحت بدرجة من الدرجات في التغلب على سوء اختيار شريحة التغيير من العمال ونقلتها إلى شريحة الفلاحين. يعني قد تحدثت عنها من حيث الأعمار والسن. الآن نأتي إلى المحور الثالث في الفصل الأول وهي الشريحة بعنوان الشريحة الذهبية. حركات اليسار في للتغيير فلسفتها كانت قائمة على استعمال العمال بدرجة من الدرجات وشعار يا عمال العالم اتحدوا. هذا الشعار في الستينيات والخمسينيات كان له رواجا كبيرا بحكم ان المجتمعات كانت تحرك فيها الافكار اليساريه. مجتمعات كان يغلب عليها فعلا وجود شريحه ضخمه جدا من العمال ومن الحرفيين. كان يغلب عليها تطلعات عماليه لاحداث تغيير بدرجه من الدرجات.
ولكن لا شك الآن مع يعني انتصار المشروع الليبرالي مقابل المشروع السوفيتي أو قلنا الفلسفة الاشتراكية أو الشيوعية في الصين، حدث في روسيا حدثت تغيرات ضخمة جدا في طبيعة وديموغرافيا الشعوب. فاختيار الشرائح أيضا تغير، لم يعد تقسيما نمطيا عمال وفلاحين أو عمال ومثقفين أو طلبة وإلى غيرهم، ولكن لا شك كل إقليم مع الزمن يحدث تغير كبير جدا في طبيعته أو تركيبته السكانية. فانطلاق إلى سياسات السوق المفتوح وإلى التجارة المحررة قضى بدرجة الدرجات على التكتلات العمالية الضخمة في مجمعات ضخمة كما كانت تقوم الدول الاشتراكية، مثلا الحالة المصرية تجمعات ضخمة في الحديد والصلب، تجمعات ضخمة في النسيج، كل هذه التجمعات الآن تتلاشى أو تلاشى بدرجة من الدرجات لصالح فلسفة اقتصادية أخرى. فالسؤال، هل هناك وسط هذه الشرائح كلها شريحة تزيد ولا تنقص، شريحة ذهبية يمكن التعويل عليها في البدء وفي التغيير؟ من خلال استعراضي في هذا الكتاب للديموغرافيا الحالة العربية والإسلامية، هناك شريحة تزيد ولا تنقص، شريحة ذهبية تملك صدور فارغة يمكن البناء عليها. هذه الشريحة هي شريحة الطلاب. الجسم الإسلامي والجسم العربي عموما هو جسم ديموغرافيا شاب، أي في مرحلة عدد الشباب فيه يزيدون عن عدد الشيوخ والعجائز، عكس أوروبا العجوز. أوروبا العجوز الآن عدد كبار السن يغلب عن عدد الشباب، بل في دول وصلت مرحلة نمو ديموغرافي إلى ما دون الصفر. الحالة الروسية الآن مشروع واعد، مشروع يملك أيديولوجيا الآن، لكن أحد عيوبه أنه لا يملك بشرا. النمو السكاني الروسي الآن وصل إلى مرحلة دون الصفر، يعني تكاد تكون الآن بدأت تغادر هذه المحطة في اتجاه أن يكون عدد الزيادة مثلا 1% سنويا. فالحالة الإسلامية هي حالة فائرة وحالة ثائرة من جهة النمو الديموغرافي، والكتلة الشبابية فيها كتلة ضخمة جدا. فمثلا البنية عدد السكان مثلا الشباب في مصر من الفئة العمرية من 15 35 سنة يشكلون 35% من إجمالي السكان. في السودان الفئة العمرية من 15 إلى 30 سنة يشكلون نسبة 41% من حجم إجمالي السكان. في فلسطين المحتلة يشكل الشباب الفلسطيني 36% من حجم السكان. في الأردن يمثل الشباب 30% من حجم السكان. في تونس 30% من حجم السكان هم من الشباب. في لبنان 20% من حجم السكان هم من الشباب. فإذا الشريحة الشابة، الشريحة الواعدة الذهبية، شريحة الطلاب في الساحة العربية والساحة الإسلامية. قطاع أيضا قطاع الطلاب وقطاع الشباب يمثل نسبة كبيرة جدا من الفئات، يعني قطاع الشباب بشكل عام سواء كانوا في الجامعة سواء كانوا في المتعلمين أو غير متعلمين هو شريحة كبيرة جدا. أيضا شريحة الطلاب في داخل الشباب أو الذين يطلبون العلم سواء في الجامعات مرحلة الثانوية أو في الجامعات المختلفة هم أيضا في داخل شريحة الشباب شريحة كبيرة جدا. فمثلا عدد الجامعات الآن في الساحة العربية والإسلامية يعني يزيد عن 150 جامعة مقارنة بنحو 50 جامعة في سنة 1987. فالآن الحالة الديموغرافية هي حالة شابة، ثم حالة الطلاب حالة الشباب حالة الطلاب في داخل الحالة الشابة هم عدد كبير جدا. كثير من الحركات التغييرية من الدول اعتمدت في أولها على شريحة الطلاب والشباب في إحداث تغيير كبير في الحالة الثقافية والحالة السياسية. شريحة الطلاب هناك رؤية جغرافية لها أو رؤية سياسية في علاقتها بالتغيير. هناك مدرسة تقول هذه شريحة مهمة جدا وفاعلة وأثرت في التاريخ التغييري على نطاق دول العالم. شريحة أخرى تقول لا، شريحة الطلاب يمكن أنها كانت تبدأ بالأفكار تبثها في المجتمع ثم لا تملك قدرة على التغيير. في نهاية القول ينبغي للعاملين في الساحة العربية والإسلامية من حكومات وأحزاب وحركات أن تولي اهتمامها حقيقة بشريحة الشباب لحمل الأفكار الواعدة التي ربما تنقل المجتمعات إلى مسافة أكبر أو إلى مسار أوسع نحو التنمية والنهضة والحضارة. نأخذ نماذج من حركات التغيير اعتمدت على الطلاب أو على شريحة الشباب وكان لها نجاحات كبيرة جدا. أولا التجربة مشهورة جدا وقعت في 1998 هي أو بدأت في 1998 هي الحالة الصربية، حركة أتبور. هذه الحركة بدأت في صربيا في أعقاب
يعني الضغوط الدولية على صربيا في إطار حرب البوسنة والإشكالات العرقية في هذه المنطقة، وإفلاس نظام لوزوفيتش في التبشير بصربيا الكبرى وعدهم بالتنمية والاستقرار. بدأت حركة طلابية في جامعة بلغراد، كان عدد هؤلاء الطلاب لا يتجاوز عدد أصابع اليد بكثير يعني بقليل، حوالي 20 شابا أعمارهم لا تزيد عن 20 عاما. نجحت هذه الحركة الطلابية في البدء في التواصل مع جموع الشعب، في التحرك من القرى إلى المدن، أسست شبكة قوية جدا على الإنترنت من أجل إحداث تغيير حقيقي. فبدأت الحالة الصربية تقريبا من شرائح الشباب والطلاب، ونجحت في إحداث التغيير في الحالة أو في الحالة الصربية. الحالة الأخرى القريبة من الحالة الإسلامية أو الحالة العربية التجربة السودانية. الحركة الإسلامية السودانية اعتمدت في بنائها التنظيمي على اعتماد على شريحة الطلاب والشباب، ودمجت في فلسفة الحركة ما بين فكر الإخوان المسلمين في مصر وفكر الجماعات الإسلامية في باكستان. تأثرت أيضا ببعض فلسفات الشيوعية من حيث الانتفاع بقدرتها على التنظيم والفكر الأوروبي، وجددت شكل تنظيمها بدرجة من الدرجات. استهدفت هذه الحركة في أولها شريحة الطلاب. كانت دائما هذه الحركة تنحاز إلى شريحة الطلاب، وبدأوا في انتخابات اتحاد الطلاب، فاز فيها هذه الحركة في عام 1986 بقرابة 23 مقعد في الانتخابات الطلابية. ثم انتقلت هذه الحركة ومزجت بين السر والعلن، ونجحت في درجة من الدرجات في جذب شرائح الشابة في الجسم السوداني من خلال الجامعات واحتشادهم. ثم انتقلت هذه الشريحة إلى شريحة التغيير، وتم إحداث تغيير في الحالة السودانية. إذا أردنا أن نتجه سويا ونسافر إلى أفغانستان، تسمعون عن حركة طالبان. حركة طالبان لا شك أن طالبان في اللغة البشتونية أو اللغة الأفغانية تأتي من الطلبة، فعمليا وتاريخيا الذي قام في هذه الحركة هم الطلاب الدارسون للفقه الحنفي أو للأمور الفقهية في المدارس الموجودة في أفغانستان أو على الحدود ما بين أفغانستان وما بين باكستان. هذه الشريحة الطلابية انتفضت بقيادة الملا عمر عندما وقع اضطراب وعقب اضطراب ضخم جدا في حالة أفغانية بعد خروج السوفييت والتناحر الذي تم بين الفصائل الأفغانية. هذه الشريحة الطلابية بقيادة الملا عمر هم فعلا طلاب، رفعوا شعار كان لهم علم أبيض تعلوه كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. انطلقت هذه الشرائح من طلاب يدرسون في أفغانستان في باكستان، عرفوا اسم طالبان، ثم تحركوا إلى اتجاه أفغانستان. والملا عمر كان أحد الطلاب النبيهين في كل مؤهلاته الأولى، وكان شارك في قطر السوفييت، ولكن كان من أحد المدرسين النبيهين في هذه المحاضن أو المعاهد الخاصة بالطلاب في الجسم الأفغاني. هذه الحركة نشأت في منتصف 1994 بولاية قندهار جنوب أفغانستان، ظهرت إعلاميا في أكتوبر 1994، وتحركت هذه الحركة ونجحت في بسط السيطرة على كامل التراب على يعني تقريبا 75% من التراب الأفغاني، وفعلا نجحت في بسط الأمن والاستقرار إلى الجسم الأفغاني. ولكن طبعا تدرون الآن الحرب الأمريكية على أفغانستان، ورغم ذلك هذه الحركة رغم هذا الضغط الأمريكي الغربي الضاغط على أفغانستان ما زالت كما تسمعون تقاوم بشراسة ضخمة جدا، لأنها فعلا حركة شابة طبيعتها أصلا من الشباب، نجحت في إحداث تغيير سابق في أفغانستان، تملك حاضنة اجتماعية قوية في إقليم قندهار وغيرها وما حولها، تملك حاضنة قبلية ضخمة جدا في قبائل البشتون. فهنا نرى أن شريحة الذهبية الطلاب كان لها تجليات نجاحات كبرى في الحالة الصربية، في الحالة الأفغانية، في الحالة السودانية. فنكون الآن وصلنا إلى المحور الرابع في الفصل الأول. تكلمنا في المحور الأول عن حريات الشرائح السكانية وحركات التغيير، عن آليات تقسيم الشرائح السكانية والنماذج التطبيقية، ثم تكلمنا عن الشريحة الذهبية الفاعلة في الحالة العربية والحالة الإسلامية. الآن نختم بالفصل نختم بالمحور الرابع في الفصل الأول، فهل بسؤال كبير، هل يمكن أن تأتي حركات مهاجرة أو برامج إصلاحية من خارج الإقليم بأشخاص وأفراد للدخول في إقليم ما لإحداث تغيير فيه؟ يمكن لهذه الحركات أن يكتب لها النجاح.
أولا نحن في الكتاب اعتمدنا فلسفة كبرى أن الإقليم والدولة هو الأب وأن الحركة هي الإبن. كلما كان الإبن يحمل الجينات الوراثية لهذا الأب وكان يعرف كيف يتصرف ويعرف انفعالات أبيه ويعرف كيف يحركه إلى اتجاه واتخاذ قرار الأصوب كلما كان هناك نجاح. أما أن تأتي حركات من خارج الدولة ومن خارج الإقليم لإحداث تغيير ما غالبا ما تفشل هذه الحركات إلا في استثناءات قليلة جدا في خاصة في استثناءات مقاومة المستبد ومقاومة المحتلين. يعني الحالة العراقية بعد دخول الاحتلال الأمريكي إلى العراق أول من قاوم في هذه الحركة ويعني كان أسرع في رد الفعل والمقاومة التي ظهرت بشكل سريع جدا في الحالة العراقية هم كانوا المجاهدين القادمين من خارج العراق بحكم أولا وجود دفعية قوية جدا استعدادهم قبل دخول الاحتلال تملكهم عاطفة موحدة ايديولوجيا إسلامية حاشدة ضخمة جدا نجحوا في أول الأمر في يعني تكبيد المحتل الأمريكي خسائر ضخمة جدا. ولكن بعد ذلك لعدم فهم الطبيعة العراقية كما تسمعون وكما تعرفون نتجت اشتباكات ضخمة جدا بين ما يعرف بالصحوات بين ما يعرف بالقاعدة ويكاد يكون يعني حرمت القاعدة من داخل الجسم العراقي لأنها تبنت خطابا مغايرا لا يتسق بدرجة من الدرجات مع مكونات المجتمع العراقي الموجود. فقد تنجح حركات تأتي في خارج الإقليم كابن مستعار أو ابن بالتبني ولكن قد تنجح فقط في ملفات مقاومة المستبد والمحتل. أما أن تبني نهضة في داخل هذا الإقليم غالبا ما حكى جلدك مثل ظفرك تحتاج سكان الإقليم أن يكونوا هم فعلا القائمين بهذه الحالة. هذه كانت في الحالة العراقية. أيضا في الحالة الكوبية وحالة تشي جيفارا لا يشك أحد في تشي جيفارا كمناضل وثائر وبطل نجح مع كاسترو في إحداث تغيير حقيقي في كوبا ولكن كان جيفارا حالم يحلم بالأممية الاشتراكية وكان يتحرك فانتقل إلى جسم إلى دولة بوليفيا لإحداث تغيير فيها. فشل جيفارا في بوليفيا قتل في بوليفيا لم ينحاز له الفلاحين ولا العمال في الجسم البوليفي لاختلاف الطبيعة النفسية عن الجسم الكوبي. فدائما نؤكد قاعدة أن دائما وجود الحركات الناشئة في داخل الإقليم الفاهمة لنفسيته ودموغرافيته وتركيبه السكاني غالبا ما تكون هذه الحركات أقرب إلى النجاح. أما استيراد حركة من الحركات أو حتى فلسفة من فلسفات الحراك وتركيبها في داخل إقليم ما بالضبط تمثل كما أشرت في الكتاب عملية زرع أعضاء في داخل الجسم البشري هي مفيدة للجسم البشري لكن الجسم البشري يعني عندما حتى يتعود أن يقبل هذا العضو الجديد يحتاج إلى عمليات تثبيط للمناعة وإلى علاجات ضخمة جدا حتى يقبل الجسم الغريب الداخل عليه رغم أنه قد يكون زراع مفيد له أو كبد أو إلى غير ذلك ولكن طبيعة الجسم أنه فيه ممانعة وفيه رفض لأي جسم غريب. وهكذا أيضا أجسام الدول والحركات فكلما كانت الحركة بنت الإقليم تنشأ فيه تعرف خصائصه تعرف طبيعة سكانه من هو له تكون فرص نجاحها بدرجة من الدرجات أكبر بشكل كبير. نكاد نكون اليوم يعني انتهينا من الفصل الأول في كتابنا حركات التغيير والحراك الجماهيري في إطار سلسلة الجغرافيا في خدمة الشعوب. ألخص ما تم في هذا الصف ألخص ما تم في هذا الفصل بمجموعة من القواعد الهامة جدا. لا نجاح لحركات التغيير إلا بفهم شخصية الإقليم الذي تنشأ فيه. لا نجاح لحركات التنمية والتغيير إلا بفهم ديموغرافيا الإقليم الذي تعمل فيه. لا بد لحركات التغيير من شرائح ثلاث: شريحة البدء والتغيير وشريحة البناء والاستقرار. يلزم لحركات التغيير معرفة خريطة الشرائح السكانية في الإقليم الذي تعمل فيه. شريحة الطلاب هي الشريحة الذهبية التي تزيد ولا تنقص. هناك أيضا نختم في هذا الاستعراض اليوم بالمعادلات الذهبية لتلخص هذا الفصل. حركة تغيير زائد فهم شخصية الإقليم هناك يعني نجاح للحركة. حركة التغيير مع عدم فهم شخصية الإقليم يعني فشل لهذه الحركة. حركة تغييرية
مضاف إليها معرفة الشرائح السكانية نجاح الأهداف وسياسات الحركة. حركة التغيير محذوف منها معرفة الشرائح السكانية تعني فشلا للحركة. حركة تغييرية زائد الشرائح الثلاثة البناء والبدء والتغيير والاستقرار تعني حركة مرشحة للنجاح. حركة تغيير فقط تكتفي بشريحة البدء تعتبر بمثابة مشروع خيري لن يقع لإحداث تغيير كبير في داخل الجسم السياسي أو في داخل الدولة. فاليوم طفنا معكم في هذه الجولة الفكرية في الفصل الأول من كتابنا حركات التغيير والحراك الجماهيري، استعرضنا فيها الشرائح السكانية وآليات تقسيم الشرائح والشريحة الذهبية واستعرض الحلول الاستراتيجيات من خارج الإقليم، واستعرضنا فيها الحركات المهاجرة هل يمكن أن يكتب لها النجاح في داخل الإقليم. وإلى اللقاء في مرة أخرى نستعرض الفصول الباقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.